السلام عليكم الاخوات، كديري لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نسيت قلت لي الاخوات، الاخوان والاخوات، لان الموضوع تهم كل شيء الناس. بالنسبه لهذيك الاخت اللي في ماليزيا، اللي طلعت تتكلم على الازمه ديالها مع راجلها وعندها مشاكل مع راجلها، والله ما كنت بغيت نهضر، ولا ما باقيش بغيت نهضر على شي وحده، ما باقيش، ولكن راه تيستفزوك. واش بغينا نبقاو نكرروا نفس النماذج؟ تجي وحده وتنز على الناس ودير الفلوس ودير لاباس، وعاود تاني وتجي وحده اخرى وتنز على الفلوس، والناس تيتعاطفوا معاهم، والناس وهي غير تتكذب. ومالكم ما انتم ما فهمتش علاش؟ يمكن حيت ما داخلينش في اليوتيوب وما عارفينش الارباح ديال اليوتيوب، ما عارفينش بانها راه تتكذب، فعلا تتكذب. اولا اللي استفزني عندك حاجه وحده زعما اللي خلاتني ندير هذا الفيديو، اللي جبدتني باش ندير هذا الفيديو، وفاش قلتي نفسك عزيزه، واش اللي نفسه عزيزه تيطلع تنحط على عباد الله؟ واش اللي نفسه عزيزه تيطلع تنحط وتيبكي وتيضرب ومزيره دوك الحناك بداك الحجاب؟ زعما هذاك حجاب، هذاك مزيره ومطلعاهم من الفوق وتتبكي، قالت لك وتتنحط، اشنو طرا ليا وما عنديش، وتتشكي وتبكي على عباد الله. هاد العيالات اللي تتشكي وتبكي لهم بروسهم راه ما عندهمش، وصابرين. شحال من وحده فيهم تلقاها صابره وحمد الله، وشحال من وحده بتطلق وفعلا ليحه الراجل كاع مطلقه هي ليحه وصابره. علاش؟ حيت عندها الكرامه، عندها الكرامه. ما تقدرش بيت نعرف واحد الحاجه، واش ما عندكمش عائله؟ ما عندكش عائله تحشمي قدامهم ديري هاد الحاله هادي؟ ما عندكش؟ انا هاي بغيت نعرف واش ما عندكمش عائله. انت بالضبط ما عندكش عائله يشوفوك في هذيك الحاله وبداو تي، ما عندكش ام با تشوفك في ديك الحاله وتخلع وتقول بنتي ولا ما تتحشموش تخرجوا طلعوا تبينوا اسراركم؟ انا هذا الشيء اللي بغيت نعرف، هذا الشيء اللي بغيت نعرف. اللي يكون عندك انت قلتي نفسي عزيزه، نفسك ما عزيزاش، انت نفسك دليله 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 بزاف، دليله بلا قياس. وواحد الحاجه اخرى، هي منين تشوفوا شي وحده طلعت وقالت لكم هذه غير على ما نقولها لكم، بزاف المغاربه عرضوا عليا يعاونوني ويساعدوني، هذيك راه عرض للمعاونه، تطلب هذيك تطلب دروك ولا تطلب، زعما راه قالوا لي الناس عاونوني عاونوني، زعما الاخرين باش يجيو الاخرين يعاونوها، هذيك راه طلابه متسوله متسوله في قنوات اليوتيوب، هذيك راه ولات تتسول، فهمتوا؟ هذه هي الهضره، هذاك راه قالب، هذيك راه عندها مشروع وبغات تنفذو على ظهر المغاربه، وفين؟ في ماليزيا، والمن للراجل. وخصها تبدا، ما لاحظتوش الخطه من الاول منين باديه؟ نتاع بغيت يطلقني وبغاو بغاو بغاو بغا، فهمتوا؟ ومشيت للمحكمه وهزيت بناتي، وشوف بعدا كي بدات الفيديو، شفتوها كي بداتو؟ بنتي بغات تمشي الرحله وما لقيتش كيفاش نخلص ليها، حيت ما عنديش لاكارت، ما عندهاش الكونت، وكي تديري تخلصي في هاد اليوتيوب. بعدا بخصوص اليوتيوب اللي قلتي انت ما تتخلصي فيه، ورقتي واحد دوزتي واحد السكرين هكا دوزتيه مرور الكرام فيه 13 دولار، كيفاش غتقادي 13 دولار؟ واش حماقتي؟ واش تتفلي على عباد الله ولا الناس؟ ما طال هاد الدرجه ما فاهمينش دوك المشاهدات اللي عندك انتيا، نتو 13 دولار على ما تتكذبي. هاد فشي قناه اخرى جديده، لا قيله شي قناه اخرى جديده، ورقي حطي داكشي نيت، حطي بالتفاصيل، حطي بالتفاصيل ونشوفوا هاد 13 دولار. سيدة ضاقت فلوس الفلوس ديال القناه وقالت بطلع كتر، خصها دير خطه وتخرج تبكي، بما انه ما عندها وجه راه طلعت تبكي على عباد الله وخصها تبكي عليهم. هادشي اللي كما داروا الاخرينات، ياك عرفتوا دوك العائله المشهوره اللي مدعيين بيناتهم، اللي داروا الثروات، كاين اللي ولات فيهم مليونيره وباقي مكملين، ما سخاوش حيت الفلوس كثيره كثيره، وداروا المشاريع غير بروشات، داروا المشاريع، وها هي الاخرى دخلت عليهم. راه واش نتوما صافا تصدقوا بحال هادي؟ انا كنشوف غير التعليقات شي وحدينات ومصدقين، عطي صحابهم باش تهضر بالمعقول، وراهي تتفلى عليكم وراهي تتكذب. قالت لك باش ما عندها باش تخلص لبنتها الرحله، هو شوف هذا سبب، ما قولي ما عندكش تاكلي، وتنصرفي داكشي اللي كان عندي كنت تنصير من الصاير، تنشيط من الصاير. وشوفوا الكذوب اختي، انت ما تتحشميش، انت ما تتحشميش، وجايه باقي بغيتي دوزي على المغاربه. والمشكله واش عزينات في التعليقات نشوفوا ديري ثلاثه الفيديوهات في النهار باش نديروا لي، راه دايره فيديو فيه 25 دقيقه وعندها فيه 150,000 مشاهده، عرفتي شحال مدخله هذه تاعت الفلوس؟ واش نتوما مصدقين؟
وباقي تتصدقوا بحال هاد النوع، تطلعوا على كتافكم وانتم عندكم عرمات المشاكل، كل وحده فيكم راه عندها عرمه ديال المشاكل. عرفتي شحال العيالات هنا في المغرب، هنا في المغرب مطلقات، والله ما تترضى تقولها، والله دارهم ما تيسيقوا الخبر باللي خاصها. العيالات اللي قالت لك عندي نفسي عزيزه، على اللي نفسي عزيزه تيطلع تيطلب في اليوتيوب. نعرات الله وعليكم، نعرات الله وعليكم، ما خليتوناش نسكتوا، ندخلوا حتى سوق راسنا، بغينا ندخلوا غير سوق راسنا ما نهضروا على حد، ولكن هادشي راه تيألم في القلب. الكذوب كي دايرين، وشوفي لك الكذوب بعدا. واش اليوتيوب ما تيدخل ليا والو، ما ديت منه والو، بغيت ندير مشروع. واه هادي قلتي فيها الصدق، بغيتي ديري مشروع على ظهر عباد الله وبالكذوب وبالباطل. عندك مشاكل مع الراجل، مع راجلك، كاع الناس عندهم مشاكل مع الرجال. واش النهار الاول فاش هزيتي شنطتك ومشيتي عندو لماليزيا، واش ضربك شي حد على يديك؟ فاش كنتي انت وياه عايشين في سعاده، وكنتو في الاول كان زين، ملي يوقعوا المشاكل تخرجوا تشوه هنا في الدول، راه تشوه هنا، راه ولا معروف شكون هي ام شنطه، ولات معروف شكون هي، راه حشومه عليكم هذا الشيء. اللي عندها شي حاجه زوينه تعاودها في شي قناه، تطلع تعاودها وتعطي صوره زوينه على المغربيه. منين يوقعوا لك المشاكل مع راجلك شديهم عندك، ما تشوهيناش حنا كاملين، ما تشوهيش المغاربه كاملين. انت ما عندك تصيله، ما دايره بحساب لا بات ولا ام ولا بحساب حتى شي حد اصلا، وتجي دروكا ترجعي للمغاربه هما يحلوا لك مشاكلك وتشوهيهم من الفوق. المشكله واش وحدينات متعاطفين معاها بزاف البنات مجوزين اجانب، ولكن ما تيديروش هاد الشوهه، يا اما تتبين صوره زوينه يا اما تدخل سوق راسها. هي مزيره حتى قالت لك حيت عندي المشاكل، من لبش انا هكا تنبان، انا تنبان زوين. واحد دين تلكل، واحد دين تلكل، واحد المصنطحه، واحد المصنطحه، واحد المصندله، وبز لك وبز لك بز لك بز لك على داك الوجه. واش حنا قلنا لك النهار الاول سيري تجوجي في سيري في قلت نقولها سريلانكا في ماليزيا، واش قلنا لك سيري تجوجي في ماليزيا؟ شكون اللي ضربك على يديه؟ نتوما مع من ما تولدوا الاولاد، فاش كنتي تتولدي معاه الاول والثاني والثالث، فين كنتي؟ فين كان عقلك؟ ما بالكش ديك الساعه بلي خايب، ما بالك فيه حتى شي حاجه، فجاه تنقلب ولا خايب من النهار اللي قررتي انت ديري القناه وتطلعيها وديري لاباس على ظهر من على ظهر المغاربه. وكاع اللي مجوج شي مغربيه تيسرحها وعباد الله، وانتم جالسين تطلعوا لهم في المشاريع وتطلعوا لهم في القنوات. الله يستر عليكم، فكروا شويه، فكروا شويه، انا تنهضر معكم نتوما مع الناس، فكروا شويه. ديك عطات نظره طنازه وكذابه، وجابت لهم الماكن بغيت ندير بغيت ندير زعما السوسيس وداك الشيء، داك مشروع ما عرفت باش اليوتيوب. قالت لك ما تيدير والو، والله ما تدير، ما ناويه ديري الا من اليوتيوب. عرفتي شنو هي انت داك الطريق ديالك؟ عرفتي شحال بغات تدخل؟ واش نتوما سافا با ما فاهمينش هاد خيتي هادي؟ والله ما بغيت نهضر عليك ولا بغيت نهضر على بحال، ولكن بغيتي تعاودي داك الشيء اللي دوزو شحال وحده وطلعت على ظهر المغاربه، بغيتي تعاودي انتيا ما شاء الله عليك. لقد اعذر ما انذر، انا قلتها لكم غدا ولا بغيت غدا تقول لكم راه ما طرا والو من هاد الشيء، وراه ما كاين والو من هاد الشيء، وما ضربتكم على يديكم، ما قلت لكم شوفوني، ما قلت لكم ديروا ليا، وشوفوا غير دوك الاخرينات دوك السابقات، وعاد تعرفوا هاد اللاحقات اش غادي يديروا. وشكرا لكم اخوتي، وما تنساونيش من اللايك.